السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. عادة يكون كل يوم صلاح عندي اليوم الجمعة. من بعد متحلف قال خود، تراني أنا هبي جاي، ما بخالد خود، تراني أنا هبي جاي. ليه جمعة؟ جمعة جازة، محسسني كأنه يشتغل. الله يعني صلاح إجازة لمراد اليوم. الله يحفظكم، كان يوم الرقادة العالمي. هاي رقدتي من البارح الساعة 1:45 لين الحين، مشيت الفير، من عقب ما مشيت الفير وصليت عينك الله من الله خير، رديت ابوي ورقدت. عوني اللي بطيح وبنش، وهي طيحتن وحده لين الحين الساعة 10. هذا كم حين؟ اي والله 10:30 بعد. باب ما مشيت وتسبحت وعينت من الله خير ويا ريدي. عاد اسوي ريدي حينه، كم وجه الجول زين. قلنا الحين مدام النش هذا طحواني، وفاتتنا جلسة الصبح، وصلاح اليوم محل، بنسوي لكم الله يحفظكم طبخة من الطبخات الأولية القديمة. هب أنا بسوي، الطباخ بيسوي، لكن أنا بخبركم شو هي وبصور، لأنه هو يعرف ما شاء الله عليه. طبخة هاي يسمونها نييرة. النييرة هذه تنخدم على سمك، ولازم السمك كبار، يا جش كبار ولا قفدار ولا سكل ولا وتشيخ في الشنعد. الشنعد العودة البالغة تشيخ فيها وتشيخ عليها. ويوم نخدم غدانا نحمنها، بخبركم ايش قال طريقتها وشو مكوناتها ان شاء الله. الطبخة اسمها نييرة. مكونات الطبخة: شنعد، لازم الشنعد تكون بالغة ما بخباط، شنعد لوم يابس، طماط، كسبرة، كربتة، ثوم، بصل، الطحين رقم واحد، والبزرات على حسب الرغبة الإنسان اللي يبى، شو من البزار يبى يحط ويجهز. الموضوع كله المول والمتكل على الحمسة والتنظيف. السمك لازم يتنظف زين ما زين، عسب ما يغدي مسج وتحمس السمك زين ما زين. تسوى الصالونة العادية، الصالونة لازم حمراء، الصالونة ما يخلونها غبرة بيضة، لا عسب بعد العين ترغب شيء المبحلق ما بغاوي. تذهب صالونته وقت ذر الطحين والعصد، هذا كله بصب لكم إياه، وقت التسكير ووقت الغراف، وطريقة شرها في الحرارة، ولا هو مفروض تنشر في صينية في قنشم الغناش الكبار الأول جليل اللي عنده حرارة أو مطبقيات. فالحين الله يحفظكم طريقة شرها في الحرارة، والإنسان يغرف من شرات غراف العصيد. شفت العصيد؟ أبدًا هي عصيد بالضبط، هي شرات العصيد، من فصيلة العصيد، من فصيلة المضروبة، ومن فصيلة الأشياء اللي تنعصد. فالفرق بين هذه وهذيك إن هذه على سمك ما بمضروبة. المضروبة شيء والنييرة شيء آخر، ما يخصه في الطعم ولا في الشكل ولا في المذاق ولا في الخدمة. فرق السماء عن الأرض بين النييرة والمضروبة. شو لومي؟ لا هذا سامان كتير هذا. هيا الله برايك. منور يا محسن. ها؟ ريدي؟ يلا. يا ترى يعني محسن هبتصير شرق لو غرب. الله يحفظكم حلي تشوفون. شنعد وحمص وبصلة وثومة وكربتة وكل سامانة كامل. لومي اليابس الحين ينشون ويمرجونه. الحين وقت شو التمريج. الماء لازم يكون حار وقت التمريج. من يصير وينضى مرة ذهب، يطبخ ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، على حسب نضوي نوع السمكة. نشا والله يحفظكم، واظهروا السمك
شلوا عنه العظم وردوا مرة ثانية. طبيعي ما فروم أنا إني أي لسه المطابخ صهاوير كل من أنجز شيء من من النيرة بيصير بيصدرني حق أصور لكم إياها وطريقتها. الحين كل شيء واضح. أنا الإنسان اللي يبغي واضح، الإنسان اللي ما يعرف مرة زيرو يتخبر أما الحرمة تخبر أمها ولا خالتها ولا عمتها ولا أي خدت العود أي كان. فيعني هو التعاون في البيت وكل حد يتخبر ما بعيب. الإنسان إذا في شيء يعني هاي صالون العادية ما فيها أي نوع من الخضرة وكل المحتويات لازم يكون مفرم صغار صغار. لازم وقت ذر الطحين ما يكون شيء فلافيص يعني طماطة عودة ولا بقدونس ولا كسبرة ولا أي شيء كان. هو ما في بقدونس الكسبرة يعني والكربتة واللوم لازم يكون كله مطحون مرة مش موجود. يعني المضرابة تصير وتي على الفاضي ما في شيء موجود. ولازم الصلصل يستحسن الصلصل أو اللي يفضل يعني على حسب الطعم أو الطماط البالغ. الطماط كل شيء بالغ فنان. الطماط البالغ المستوي الهاتي هذا يكون أخير. بعد أثناء الخدمة بعد لازم يكون في الحمسة دهنة طيبة وآخر شيء بعد ينحط دهنة طيبة. وديتين تنحط الدهن الطيب الحين وقت حبس السمك وينحط الفترة الأخيرة اللي هي وقت السكار. وقت اللي مرة بتسجر الجدر حطيت فوقه روز وتحت ضوء بسيطة وثقلت عليه بغطات وقرطست زي ما زين عسب ما يتنسخ المول على ان الجدر اللي فيه الطبخة ما يتنسخ عسب الطحين ينضيش السكار. يوم بتسجره تسجر الجدر كان فوقه ولا برياني ولا اي طبخة كانت لازم تحتاي سكار. سكير هذا روح مثل السمك تصخيخ. السمك ما بلا شال وطوع على الضوء ويابو كله لا لازم تصخيخ يصخ تظهر الرطوبة من عظامه. تطلبون بقى ولا طريقة الجشيد. الجشيد كل حد يخدمه وايد هالعرب اللي تخدم الجشيد. تدخل الانترنت الاف الشباب والاف البنات ما شاء الله تبارك الرحمن يخدمن الجشيد. يعني الجشيد ما يعني اسهل شيء في الدنيا هو الجشيد. فما ادري الحين بكل دقيقه كل انا اسوي الشيء اللي من النوادر حد يسويه من جليل او نادر حد يعرف يخدم النيره الا هل بالبحر واللي لحقوا على الوقت الأولي يعني. والنييرة تشيخ تشيخ على اللخمة العودة يقطعون ينحاتها تنخدم على الأبوة السنين الأولية. يومين تنشب عندهم الخم كبار في الغزول قطعوهن ولا دخل يعني ما يعقون شيء الأول فقطعوا أطرافهن وسووا اللخمة على النييرة على اللخمة. غدي بعد غني ليل الحين ما حد ياكل اللخم الناس كلها جز. هب الجز الناس شبعت آزم العرض وايد شيء مكود شيء طول الشيء كوا ندوكم ها يعني عن الشاي لابد ولا عذر. زين شاب حليب ما ده شاي الصبح هي كمان شو اشرب حليب الله العظيم فضل الله وايد ونعامه كثيره. فلذلك سبحانك يا رب الحين الناس اختلفت حتى في أكلها. لكن أنا اللي أظهر الشيء اللي مع الأصول الأولية اللي ابتدأ يندثر ابتدت العرب ما تعرفه. الحين لو بتسأل حد في يسألون عيالهم شي النيرة ما يعرفونها. النيرة مرة ما يعرفونها جليل اللي يعرف النيرة. صب إيه بقى الأكل الغريب اللي أنت بقدمه خفروش وشنفروش وإيه وفندال وفنيرة إيه فنيرة بقى بقى الجن أسمع الجن جني كبخك مثلا عصيدة البوبر وايدة كلها الناس لها طرق. لكن الطريقة البيري سبيشل الخصوصي اللي ما تنخدم إلا للناس يعني مثلا للسلطات العليا للناس اللي
يعني الناس الفنانين، الإنسان الذويق أو عندك إنسان غالي يسوى عينك وأم عينك، طريقة عصيدة البوبر تختلف. عصيدة البوبر العادية كل حد يخدمها وكلها زينة، هذه زينة وهذه زين، لكن السبيشل السبيشل مرة هي عصيدة البوبر اللي من ينضى البوبر حطوه في سفرة، في سفرة وعلقوها من أربع أطراف لين صلماها مرة. آخر شيء من يصلم ماها يحطون تقريبا ست تمنن، من الست لمنن ثمت لمنن هاي يقطر ماها تصفى الخلاصة تقريبا أربعة كيلو ثلاثة كيلو يظهرن من هاي الكمية الكبود العود، ويخلونه في طرف مشخلة لين يقطر مرة. آخر شيء وعصروا زين ما زين وردوه في جدر وخبطوه بمضرابة، لازم يصدمونه بالمضرابة، حطوا عليه الشيرة والدهينة من وريحة القناد، هاي يحطون عليه ربع الكمية، من تسير وتتقاود مرة شافوها فنانة يغدي لونها شرات اليزاز، هذه العصيد الأصلية. نشوا ذرة وعاد عليها طحين أدحن لونها، غدا شوي مدلخ اللون، وهم يلدون يحطون الطحين. يعني تخيل ثلاثة كيلو تقريبا أو من البوبر يلحق عليه ياكل فنيالين له ثلاثة، ما ياكل يغدي عيين ريج يغدي صبيه في بطون العرب. خلوا على ضوء هادي لين تسير وتسكر، أسكروا العصيدة ردوا ضربوها مرتين ثانية، صبوا عليها دهينة وقت الضرب وريحة قناد وقت الضرب، ما بدروا على وجهها مستعيب من العرب حين نسووا خبيصة، دروا على الوجه زعفران ومكسرات وقناد، نسووا عصيدة دروا على وجهها سقم وصدو، الله يعز النعمة ما يستوي هذا شيء وهذا شيء، التزيين شيء كل شيء يظهر عن القاعدة مرة ما له أي قاعدة، أي شيء شاد ما له أي قاعدة، أي شيء يظهر عن القاعدة وعن الأصول هذا ما يخصه في الشيء الأصلي. العصيدة ما ينحط فوقها في الإمارات هطري ما أطري السعودية، عصيدة السعودية تختلف، اللي يسوي لها الحشو حشوة البصل والبصل وبيض وفلفل أسود وريحة جرفة، شو تقايش عصيدة أخرى هايش أي بس عن الهريسة شرات، شفت المدلوج هنمونة تغدي هايش بعد شيء بعد تخدم بعد هاي تاكل نضوي ثلاث أربع ساعات، شغلة متعبة هايش بعد عصيدة السعودية. ووقت هذه الأشياء الطبخات شتوية، هاي الطبخات المرقوق العصيد المشابيس النييرة المضروبة، ها كل أكل شتوي. طبخة النييرة نحن عندنا في البحرين نفس أختها بالضبط يسمونها يبولة، حين يعني اتصال من هالبحرين يقولون طبختكم هذه نحن لين اليوم البيوت الكبار، البيوت الكبار في البحرين يخدمونها، اللي عندهم عد وعديد وعسكر وعبيد، يعني البيوت الهنغرية على ما قالها العمان، أو البيوت الكبار الرسمية اللي عندهم قسم الطباخ روحها كبر بيتي بأربع وديات، ما بضروري شيوخ ولا بضروري مليارديرية ولا بضروري من التيار الكمبانية الكبار، لا البيوت اللي ضارية على الخدمة لو إنسان لو حالهم مستور على قد حالهم ترى ضارين على الطباخ والنفاخ والخدمة، لكن ما بلازم شيوخ ولا بلازم تيار ولا بلازم مليونيرية، الحمد لله ما حالهم مسدود ويريجون إيرانهم ويغدون ويعشون وميالس وعلم وخلاص، نحن أبوي ما فينا على التطبيخ والتنفيخ نحن على قد حالنا، لا هاي يسمونها ردات شيمة، ما حد على قد حال الناس الحمد لله كلها بخير وسهالة حالهم مستور. أنا ما أقول الناس كلها تيار والناس كلها ملككة، لا الإنسان حتى اللي على قد حاله يطبخون ينفخون ويأكلون يشربون، الناس هاي الدنيا ماشي، ما بضروري التول ما بضروري التكويد، شيء الاقتصاد زين والخدمة زينة وترحم يارك وترحم الصديق وترحم اللافي، تغدي ضيفك تعشيه جهويه فاولة تسوي شيء حار، ما بكله يجيبوا من التاجر الفلاني أو يجيبوا من التاجر الفلاني أو يجيبوا من الكانتين الفلاني ولا ما يستوي، لازم أبوي كل لازم يستوي شيء في البيوت.
انا حين ما اضرب انا اللي اعرفهم روحي 70 75% من البيوت كلها هالنمور، كلها البيوت اللي اعرفها 75% يخدمون، كان بيت صغير ولا كان عود في اي مكان من البيوت كلهم ابوي عندهم مطابخ وهالعلم وخبر وسند وبند من الله خلقهم. فالانسان اللي ضاري ابوي على الخدمه ما يروم يودرها، لو بتنطر خمره راس خلا ما يروم يودر الخدمه. كان ذكر انت بيت، هذا بيت، البيت له اصول، والبيت الله يحفظكم له ترتيب وله هيبه. فالانسان راعي البيت، والبيت روحه رنقه، لازم يكون فيه حياه، حياه المعطى وحياه الكرم، وريحه الدخان تظهر من اطراف البيت شرقه وغربه من حوياته يوم يعدي الطح العالي، ولانك تروح ريحه التنانير وريحه التاوه وريحه المشواي وريحه الحطبه وريحه يوم بتخطش قدام باب بيتهم، ولان ريحه العود تفوتخ. هذه البيوت هاليتنا، هاي بيوت جماعتنا، هاي بيوت اللي الناس اللي نعرفهم، ريحه العود تفوتخ مسير يومين، بالاخص كل صبح ومساء. ما بريحه البان وياوي وطحنة الزمان، ما فينا ابوك نحن على هذا السقم مال جن ابوي، انا ما اعرف، واللي ما عنده لا حول ولا قوة، ترى ما عنده، يوم ما عندنا ترى انا ما حطينا، ويوم ما الله بنزجنا ما بحطوا كود وسكك وعري. العودة يا ابوي وعنبرة الزرق والدخول، يعني الشيء الطيب هذا الناس تتروح به، ما تخزنه للآخرة. والله ميود هذاك العود ميود زين، اعطونا من الزي، قال لا هذا يوم بيف. لا معلوم، على فكرة رواع البيوت الكبار الامهات الله يطرح فيهن البركة، ما بكل عود يظهر لنا العود هذا لا مذخور، هذا يوم بتي خدته الغالي، ولا بتي عمته، ولا بتي امها، ولا بتي بيبوها، ولا خالها، ولا عمها، ولا اخوها العود، هي اظهرهم العود الطيب. ولا الساير الياي هذا يظهرون لهم العود، ترى هو العود، لكن العود الطيب الطيب لا يحطون على كسرة العودة، يحطون ابوية على ظهرها كسرة عنبرة الزرق، تصير هالكبير وتازم ريحة يوم بتتجانس عنبرة الزرق ويا العود الطيب. شو يا ابوكم هذا عاد ما يسوى إلا للغالي اللي يسوى نوم العين ويتنشقها في رأسه يطول عمره، هذا اللي يتنشق عنبرة الزرق. استغفر الله. انت بتفهم البول ايه؟ حتى عندك متاكد حود الزنق ايه حود الزنق. زهبه الصالون زين ما زين، واظهروا حزاز السمك وحطوهن في صحن، وبسلوا ابوي السمك وبلحوه عن العظم وحطوه على ما تشوف، على ما تشوفون ها بثوبة، ما في لا عظم لا همك الله لا هم يحزنون ابدا، ما في ولا شيء. شوفوا شفتوا شرات القشيد وهم بقشيد، يردون مرة ثانية، ردوا مرة ثانية ها في جدرة ها على ما تشوفون ها هالطريقة. لازم تكون كمية السمك وايدة، ما بشيء بسيط، من يصير يجلب جلبتين ثلاث زايدوا بالطحين وضربوه بالمضرابة وهم يزيدون الطحين ها هالطريقة، ويشرخون عقب هاي ها بهالنمونة لين تصير وتتقاود. كله برويكم اياه بعد شوية. الحين كذا يحطون لين تصير وتاخذ كفايتها. على ما تشوفون الحين رقم واحد، حد يحبها حمرة حطة وطماط زيادة، نحن لا مسوين هالشي هالنمونة. وفي تغلط وفي تغلط، بس 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 ما طحين، الضوء ما تتبند ها، الضوء ما تتبند. الحين نحن ما حطينا فيها صلصل، حد من العرب يحبونها يوم حمراء، نحن نباها هالنمونة. والحين تنضرب النييرة، تنضرب حينة، تنضرب وديتين الحينة وخلاف وقت الغرف، وقت عقب ما من مسير تنغرف وتنشر، وهذا كله بتشوفونه. شوف العين تازم تتقاود شرات اللبانة،
شفت الهريسة اللي مسواي على الحمى عيل ولد 5-7 شهور هنمون تغدي البانه تغدي لكن على سمك لا ريحة لا همك الله لا ريحة سفرة تتبايط تغدي فنانة فنانة. الحين برويكم عاد آخر لحظة قبل الإسكار. شوف إين خلونا تتقاود الحين هي زاهبة لكن يبالها قاصرينها السكار. الله يحفظكم وقت السكار. يلا نحط شوية ماء الوي هذا. يلا حط الدهنة حط الدهنة دور ما دارها. أيوة بعد بس خلاص. شوف الحين ها لازم شوف طريقة كيف بتسكر النييرة كانها نييرة ولا عصيدة ولا مضروبة. ها هذا طريقة السكار. سكتيها على ما تشوفون قرطسوها وحطوا روز معاليها وضو قاصرة المدة 45 دقيقة. خلاف تعال وتطمس الحين تسكير بهالطريقة. يلا عاد انقفض. حطوا الحديدة تحت وحطوا ابوي هذا الشيء تهاون العود هذا يمكن اظني 40 سنة عمره. تاز الضوء قاصرة ومسكر عليه زي ما زين. اهم شيء حينه لازم ما يتنسخ الجدر لازم ما يتنسخ. شكرا حفيظ. شكرا نسيت اسمه يمين. شكرا مرسلين. بعد انزين محسن باشا انزين اقولكم النييرة الحين الله يحفظكم بنضربها لكم وبنصورها في الضراب وفي الغراف. وشفت عاد ريال الحين في المسيدي على الله يحفظه ويبارك فيه قلنا لأبوي ترى لا تتغدى من غداكم بيكم غدا من عدنا خصوصي وقلنا خلي مفاجأة وإن شاء الله شيء بيوزلك. بعدها لين الحين 45 دقيقة. يلا تحرك عاد حفيظ هذا الحين وقت الضراب. انقفض عاد انقفض 45 دقيقة لازم ريحة دهينة بس. يلا يلا ضرب يلدها تحت فوق شكاية قادي شن هالبانة خلاص تقاودت ترى ما تبقى ضرب لأنها مضروبة من قبل فإحنا هي مرة ما تبقى ضرب الحتبار والبصل وها قبل ما تذهب المرقة صالونة النييرة. شو سووا بها جدرة والمروق هذا كله داخل مشخلة وشلة والبصل والثوم واللوم اليابس والكزبرة والكربتة كله كان بعصدوه زين ما زين وردوه داخل المروق فتجانس فلذلك ما تلقط فيها بصال ولا لومي يابس كله ينعصد. اللي ما يعصده الطباخ تعصده المشخلة وانت تشخلة وتنظفه زين ما زين شاف شيء عظم ولا شيات وترده في جدره وترد عادة خدمة بهالطريقة. شو ايش قايل هذه شرات الهريسة. شوف هذه الطريقة أيوة على ما تشوفون أيوة روح دهنة الخادي روح نمونة. شكرا حفيظ thank you هذا شكل النيرة النهائي. هايك الحرارة سارت للي بياكلون هي فيها إن شاء الله داخل العافية. وهاي اليوم أقول لكم النييرة يوم أقول لك تتقاود هاي طريقة عاد تكون هني الدهن زيادة وبالعافية على اللي بياكلونها.
الله يا ابوكم ينهى دواء ادوى 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 تبري العليل تبري العليل والله انها رقم واحد البانة حفيظ سامحني نسيتك عادة يلا افتح فمك نمبر وان ولا نمبر تو تولي الغيرة محسن باشا انت فين ايه الاخبار يا ريال يا ريال بسك من هالشاهي ليك تتغزم الشاي مش فاهم عدوك مثلا ده شاي بعد لحو هتصورين هي صور ابو محمد طبعا زياره خاصه كنا 100% خاصه يعني هو بلاك والله كل حد يشكر يثني على سامانكم وترتيبكم كل حد يقول امرأة عصامية وكل يشكر عليك يلا يطول الله عليك والله هيدا ليارس تحرونا متو شكو شكو ياكل حب 24 ساعة المراد أقولكم بسير الوثبة اليوم إن شاء الله من عقب ما صلي المغرب بعين الله خير أبدل كنيديرتي بلبس سفرتي بتوكل على الله بسير الوثبة إن شاء الله اليوم بنمسي هناك من عقب المغرب لين الساعة 10 9 ونص 11 العلم عند الله يوم بلش بعمل وثبة إن شاء الله بركة أول الله ونسيت أخبركم إن بكرة إن شاء الله طيارتي أظني الساعة 9 ونص 9 ونص أكون في المطار الساعة 10 ونص الطيارة متجه بحفظ الله ورعايته أنا وإبراهيم توفيق إلى رياض الخير الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بنيلس السبت والأحد والاثنين برد إن شاء الله أنا وإبراهيم بنيلس خلاف الاثنين والثلاثة والأربعة العين إبراهيم بيصير العين وأنا بتف أبو ظبي يوم الخميس سيرتنا أنا وإبراهيم إلى المملكة المتحدة اللي هي مدينة الضباب لندن بنيلس بالتاريخ 20 من هذا الشهر من يوم الخميس آخر طيارة بتكون طيارتها في الليل لين تاريخ 5 16 ليلة 16 ليلة بنقضيها إن شاء الله في لندن أول الله والنييرة وطريقتها ومقاديرها وكل شيء حطيناها على الانستغرام تي في يعني موجودة مدتها 7 دقائق وما أدري كم ثانية تقريبا 8 دقائق الطريقة من طقطق إلى سلام عليكم طحين مبلغ ذن وحي يتقيد برقم 1 لا كل إنسان هي أصولها رقم 1 يوم تباها تتقاود حد من العرب يروم يسويها بشوفان يروم يسويها طحين رقم 3 ورقم 2 ورقم 1 وبر كل إنسان على هو يا ربي هذا وهذا صلاح حين موجود عندنا صلاح السلام عليكم انت ما قلت اليوم ما بتي نبا ما عاد شيء كيف يعني مكتب بدل كيف كيس كيس شيء جايب لي ايه؟ شو بشار بصالة ايه؟ حيري انت حيري سيارة شو عاد وين البصال اسد يو اسد ما سمع يا له الصلي اسد صلاح بتصير اليوم نحل وثبة وين؟ مهرجان مهرجان شيخ زايد للتراث أحب أصلي مغرب أنا أظهر بتصير وياي؟ إيه برد عليك موت يا أرباب يقول هذا ويا بالكيس وايد وايد؟ ترى شو هذا حفيظ؟ رامي افتح عاد شو عاد؟ رويد مريد رويد لا بصل بصل فجل روس بصل روس رويد وهذا يا بنا ناكلين هني تربع به هذا ابوي حق الريح بر بر بتازم شكرا 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 ازقرها انت ازقرها قول اربابي باج لا تسوي زيادة كلام شكرا تغديتوا اليوم عمول شو؟ هامور هامور من ويلكم؟ من بيت
وين جايينكم؟ ويا سيد البحبح هذا وين؟ اللي من هاك اليوم؟ ايه ليه اليوم ما اكلته؟ ايه ما فيك حيلة. بن بيتي صلاح بالعافية حبيبي. ذا أول سيد ما نسيت الحين الذكاء تحريتكم كلتوه من زمان. ايه زين في العافية. ثمان الأرب بوي تبتدي الألعاب النارية. الحاضر يعلم الغايب. والله مليون مرحبا. بالله عليك هب الساعة 8 الأرب الألعاب النارية. شحالك الله يحفظك. كيف أنت؟ الله يسلمك. سبحان شو هالصدفة؟ الله يجزيك صدفة ولا لو جيت بلاوي عاد. إذا شفت والله عليك الزحمة؟ شوف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزيك الله يبارك. ما شاء والله. كم وصل الرقم التقريبي؟ وين وصلنا 96 ألف. ما شاء الله ما شاء الله هاي نعمة يبا الحمد شكر. الحمد لله رب العالمين. الله يواليكم العافية على ترتيب الفنان ما شاء الله. هذه أول مشاركة لوزارة الخارجية. أول مشاركة أول لا العام ولا عام الأول ولا تشاركوا في المهرجان أول مركة أول مرة لهم هالمشاركة الله يوفقهم إن شاء الله. أجنحة كلها أبوي ممزورة لعم مسكرين البيبان أبوي متى باركنات كلهن فل تبارك الرحمن. أختي الغالية أو البنت العزيزة حليم المرزوقي كيف حالك؟ نحن حاليا موجودين في قسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مهرجان ما شاء الله. شو المحتويات اللي عندكم؟ هذا أول اشتراك لوزارة الخارجية صح؟ هذا أول مرة. يا ليت لو تعلين حسك أسمعك. هذا أول مرة نشارك فيها في جناح خاص لوزارة الخارجية في التعاون الدولي. ما شاء الله. جناح هني مقسم لعدة سكشنات كل سكشن يروي قصة معينة. هذا القسم شو هذا الحين؟ نحن هني حاطين فيها الأخطام القديمة اللي كانت تستخدم في ختم المراسلات الخاصة بالوزارة اللي تطلع من أي تاريخ أول بداية؟ تاريخ معين ما حاطينها بس هاي أقدم الأخطام اللي تستخدم الحين. ما شاء الله ما شاء الله. طبعاً هاي كلها هذا القسم يعرض فيه صور قديمة ونادرة للشيخ زايد تمثل علاقاتنا الدبلوماسية مع عدة دول منها مصر وبريطانيا والسودان من قيام الاتحاد. نروح القسم الثاني بتلقون فيه جواز الإماراتي وقوى الجواز يوضح القسم هذا الدول اللي نحن حصلنا فيها على إعفاءات من الدخول. هذا شو الحين عبر القسم هذا اللي فيه هاي السفيرات صح؟ القسم هذا يشرح أيوة. تمكين وزارة الخارجية للمرأة وكيف إن دخلت المرأة سلك الدبلوماسية وصارت سفيرة لعدة دول لنا في الخارج. الحين هاي كلهن سفيراتنا في الخارج. سفيراتنا كلها وعندك إذا بتنزل. هاي في الدنمارك. هاي في. هذا الفاضي الأبيض. أه. في عندنا شواطئ وإن شاء الله عند قريب يوظفون فيها سفيرات بعد في الخارج. والله يعني كل هاي الصناديق عبارة عن سفيرات لكن بعد الحين في الخارجية سفيرات إن شاء الله كلهن هاي لا ما شاء الله بيسوي رقم كبير يعني إن شاء الله نكون نحن من أوائل الدول اللي طبعا تكون السفيرة السفراءها إماراتيات ما شاء الله ما شاء الله مغمار الدبلوماسية الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك يا بنتي مشكورة من صور نوادر هذه أنا صورة ممكن تحصلها للشيخ زايد بعد قيام الاتحاد ودخوله الدورة وحصل فيها على شهادة دبلوماسية اللي هي هذه أيوة هي له الجنة ويحافظك إن شاء الله يا أبو محمد ويعودك إن شاء الله سالم غانم يا رب العالمين ما شاء الله الجنة قصاصكم أنتو هالجواز الدبلوماسي والجواز الخاص وهالجواز المهمة هذا اختصاصكم انتم ونحن جوازاتنا موجودات في
الداخلية. وزارة الداخلية. لكن أنتم المسؤولين عن هالثلاث الفئات من الجوازات صح؟ تصدر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أيوة. عندك الجواز الدبلوماسي اللي يمنح لموظفين الخارجية اللي يمثلون الدولة في الخارج من دبلوماسيين. جواز السفر الخاص يمنح حق المتقاعدين من البي آي بي والسفراء والشيوخ طبعا. وفي جواز المهمة يمنح حق الأشخاص اللي راح يروحون مهمة. هذا جناح المملكة المغربية. ما يبقى الكلام من أغنى الأجنحة بالأشياء التراثية اللي تابع للمغرب من أكل وشرب وأواني ولبس وقفطان وقمصان وخلاجين من كل شيء كل شيء. وجمارو ما نزل تليفون تحت حسب يمين الحريق. المطبخ المغربي شيء طبيعي غني بكل معنى الكلمة من أكلهم. الفنان اللي ياخذ الأكل يعني ما شاء الله الزحمة اللي على قسم المأكولات المغربية ما لها حد. زحمة 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 من كثر جودة أكلهم ونوعية وخصائصة وغرابة وأنه مش موجود عند أي مكان للحلو ولا المالح. أكلهم حلوياتهم غريبة وجميلة ولذيذة وما شيء شراته وكذلك مأكولاتهم كالعادة. الآن بعد نفس الشيء الخيمة المغربية والسلة نفس الشيء. هذا التاي مالهم كل شيء كل شيء فنان عندهم ترتيبهم شو ما شاء الله. سوي قبل ما تبتل الموسيقى زين. العام ما يجيت؟ لا العام ما يجيت. ليش؟ العام مو موجود في ألمانيا. ألف لا بأس عليك. نعم زين. هاي أول مرة تي؟ أول مرة يعني. العام الأول ما يجيت؟ العام الأول لا ما يجيت. ياهل أنت صغيروني يعني كنت؟ لا بس خيمة. وراس الخيمة وين؟ راس الخيمة وين؟ آخر الدنيا هذه اللي راس الخيمة. راس الخيمة كل يوم. لا بس السنة ما شاء الله ناس وايد. إيه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله زحمة. أنت بالنص المغربي وعلى الحيوي. جناح المغربي كله زين. الحين بيبدا الغنى بعد. الحينها شو الحين حبيبي ابتدي الطرب شو؟ نعم. الحين ابتدى الفرقة ها. انت ما خبرتني ايش اسمك؟ حمد. بس حمد روحك ظاهر من الارض؟ ما ابوك شو اسمه؟ شو؟ حمد مصليب المزروع. بس هي طاح من السكة؟ لا لا. الله يحفظك. قالوا الساعة 8 إلا ربع يعني 8 إلا ربع تتزين سماء الوثبة. هالشيء اللي تشوفونه ألعاب نارية كل سنة هالوقت نفس التيم نفس التوقيت ونفس الأيام نفس هاللي تشوفونه. إذا ما يكون أكثر ما يكون أقل.
فعلا الله يجعل ايام هالدار كلها عياد وافراح. صور وياي ما بيقول اسمه انا ما بصوره. منظور واشد. وين زين وانت؟ ما يدري. زين انت في اي صف؟ سادس. وانت؟ رابع. انت سائر الصاغط كم مره؟ مش صاغط. احلف. وربي. والله؟ والله. صدقوا عاد راي ما يدري. صربي بكبر حياتكم أبويا عسلهم علومهم أفغانستان وأذربيجان بلا ما تصيروا من أذربيجان بكبر حياتكم وهاي طاجكستان وهاي تركمانستان أظني كل شيء والله فنان متعة والله ليه كل الأجنحة مزرة للعينها من وضايع وأوادم أوكرانيا وتركيا وما أدري كلها كلها الدنيا كلها الدنيا باكستان وهناك ما شو بقولكم والله يا بكون أشياء تشرح الخابر حجي شو رأيك بالمهرجان حلو حلو وايد ولا شوية وايد وأنت شو تقولين أنت قولي وايد حلو ولا شوية وايد زي قول تشيز تشيز وين أبروسك أبروس من الأشياء الجديدة اللي سووها إنه في كل جناح مسوين دورات مياه. العام هذا ما كان موجود. السنة يشكرون على المنظمين لجنة المنظمة على بدال واحد ما يصير لنا خارج الدنيا في كل جناح شيء دورات مياه رجالية ونسائية. شكرا على هالمجهود الجبار. إيش بدويس؟ ها؟ بدويس شامسي. بدويس لهم من العين. لا من العين أنا ذاك. شيء محمد الحصاته مريم تقول يا بدي اسكن لهم طوال عيونك زين وحين الحين انا اطول عنك المفروض اني ما اصور عند ثاني بتاته شوي لك والله نطلع الحين نعم الكاميرا ظلمت منك اقول لك تصدقون انت لا تصور دون فلتر دون فلتر حط لي فلتر الحين فنان بالله عليك فنان يا ربجي علي يا ربجي لا اله الا الله يطيح الطير وين نبيعه ها ربيع ما يطلع وش جاي بعد لو فنان بنقول ما عليه ما يبي يظهر بصورك السناب عادي يلا جاهز ابو ظبي للرغابه الغذائيه مسكت مسكت من الزحمه شوف الله عليكم يا ربي ابو يقول لين ضيعت لنا همه في القطه في جهاز ابو ظبي للرغابه الغذائيه ما ادري جسمون بيزات ولا شيء بلاش شو السبب منزور لين عينه حاطين بعد قسم حق الأطفال ما بيعد اسمه أنا ما بصوره شو اسمك؟ حمد وانت؟ عوض حميد عبدالله سامي عبدالله ما شاء الله قول تشيز الله 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 وين الضروس؟ وين الضروس؟ كلت سنن؟ بخير؟ أي صف؟ حاضر وانت؟ ولا هل كل شيء طاير يرى صف الثالث خدمة المزارعين فاتوا حي ابويا مسوين جوائز حق السائر والياي اسبتي لامين الناس كلها ما نعرف شو مقدمين اليوم لكن احنا نعرف جوائز قيمه اليوم قدمها من مركز خدمه المزارعين لا تعطي حد الاذن شوف ها فادهم حي مال الرغابه الغذائيه مسوين جوائز حق العرب حسبتي لا مين الناس كلها يا حطيب يحطيق الصحه والعافيه وصل خلنا اليوم نكمل وياك المسابقه شوي يا ربي مقواكم يا حلب الرغابه الغذائيه نبدا وياكم اليوم مسابقاتنا ونشوف منو بيطلع ويانا اليوم هون على المسرح ولد شو اسمه؟ اسمه صالح الشمري هوني طبعا ارحب اداره امارات فهم متواجدين دومهم في المارجان جاوب على السؤال ولا لا؟ يعطيهم الصحه والعافيه كذلك بعد جوازهم قيمه اذا ظاهر على ابوه بيجاوب نعم بيجاوب العلم عند الله عاد نبدا الاسئله لليوم منصور عندك السؤال ولا عندي؟ نتعرف باسمه اول شيء نتعرف باسمه اول شيء مساك الله بالخير مساك الله بالنور عرفني باسمك صالح الشمري صالح يا مرحبا بك يا صالح والنعم يا شيخ تحية لصالح الشمري يسأل عندك السؤال يا منصور أنا بعطيك جواب أول شيء
على اي شيء يعتمد النمر في صيده؟ على اي شيء يعتمد النمر في صيده؟ ها؟ لا انت قربت، مو بالمخ، لكن من اجزاء الراس. الاذن؟ الاذن؟ الاذن وجوابه صحيح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ويستاهل عيسى، شو جايزته؟ ظلم الولد، يمكن ما بضربه حظ، يمكن يعرف. قال الجواب صح؟ متأكد؟ يستاهل جائزته مقدمة من جائزة أبو ظبي للرقابة الغذائية، ومقدمة قصدي اليوم الجوائز من مركز خدمة المستهلك. يعطيك العافية. الله يقصد خالد. الله يوفقك يا صالح، حسن جائزتك. الله يقصد يقصد. كذلك نرحب مسرح خالد. ها؟ ما شيء؟ يعطيك الصحة والعافية، سمعونا أحلى تحية لنجم السوشيال ميديا والناشط الاجتماعي لخالد الخالدي يستاهل. منورنا اليوم في جناح جائزة أبو ظبي للرقابة الغذائية. عيش خالد الخالدي، ما يدورنا نحن، ما يبالنا نحن، خالد الخالدي يدوروا له جذور عيش، عندك جذر عيش بيك، ماشي جذر عيش ما بيك. لو انا ادور، لو انا ادور جذر عيش بقدي 200 هالمتن متن ما بهين. محمد ابو محمد تعال تراني بدور عيش. محمد فوق نباك بندردش وياك، تعال يلا حبيبي تعال ابو محمد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يا مرحبا. وين هاي وين صورت؟ لا نبدلها صورة. لا خلها خلها فنانة. ايه فنانة. يلا 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 ها. اليوم تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله، اليوم يعني شيء غريب. يعني أنا الحين ثالث رابع سنة حضر المهرجان، ما شفت هالزخم وهالعالم هالزحام، ترتيب في منتهى الروعة، شيء جميل، شيء جميل جميل غير نمونة تبارك الرحمن. عليكم السلام، مرحبا والله مرحبا. والله غلطان اللي يجلس في بيته، غلطان ثم غلطان ثم غلطان ثم غلطان، من حبلين مشى. اللي يجلس ويودر هالزيرة كلها في غلطان، اللي يجلس يودر هالزيرة. ها ها هذا القسم مال تبع أوزبكستان، يعرضون الأزياء الأوزبكستانية. قبل شوي كان طرب الأوزبكستاني، ما بوضع عدنا وما سجل هالدنيا كلها أشياء وايد ما في أسكن يعني عيني أسجل حضور. هلا ما تشوفون جناح العماني، حلوى وعسلة ودنيا، وهناك جناح الكويتي بخير، وهاي السعودية ما شاء الله ما بخلي شيء ما يبايبينه، جميع الحرف من أكلهم وشربهم وفنونهم وحرفهم كله موجود. منو أكبر، أنت ولا منصور؟ وينو منصور؟ أنا. وينو منصور؟ بلا عيل هو لسانه مرة ما طاع يظهر ولا يتكلم ولا شياته، ليش منصور ما سولف؟ شفتي؟ ما يبغى يتكلم. اللي بيحيد عمره بيي الساعة 8 و9 لي، أبوي لي غايته اللي بيي من يدن العصر ويصلي، توكل على الله ويبوي مهرجان شيخ زايد التراث. مهرجان في منتهى الروعة، لو بتمشي في 4-6 ساعات ما تروم تقصى، ما تروم تقصى من الفعاليات اللي فيه، كل شيء فنان يوجد فيه، شيء جميل مرتب وغاوي، شيء زين يعني. جميع البنوك شيء أبوي لهن مكاين اي تي ام، مكاين مالات البيزات كلهن أبوي ما شاء الله يلون، كل البنوك كلهن أبوي مكاين مال بيزات، لحد يتحرى عمره بيتوهق ولا شياته.
كل بنوك الدولة لهن أبوي مكاين. أبوي الله يحفظكم علي المنصور من هالكويت، شرفتنا شرفتنا في هالمهرجان الفنان ما شاء الله. شو رأيك؟ مو شيء زين يتلج الصدر. نعم 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 يسر نعم. الخاطر كثير كثير مثل شوفك. الله يخليك يا حبيب ما تقصر. الله يسلمك. المهرجان كان زحمة بمعنى الكلمة، كان شيء جميل ياخذ العقل. وعالم أمة لا إله إلا الله، والعالم لين الحين تنشل. شكرا. العالم لين الحين تنشل تنشل سيايير باركنات. شوف أربع باركنات العام، شيء جهتين الباركنات، والسنة أربع جهات سوى باركنات، وبعدهن تبارك الرحمن ملتج الباركنات لين عينها ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم زد وبارك، اطرح البركة يا رب العالمين. كل شيء مرتب وكل نظافة وكل طايح، تدور قرطاسة طايح ما تلقطها في الدعانة ما شاء الله تبارك الرحمن. طريق سلس ولا شو بقول، كل فنان وكل زين وكل غاوي. الله يطرح في من رتب البركة. توني جاي ابوي من هاي سموها هي من الوثبة، وعينا من الله خير واستأنس وانبسطنا. يينا وحليله شو اسمه ما قصر، شامبي ما قصر، ويا بالحطب يا بالضو ورينا الضو وحب نيل سعادة. أيوة هذا وينو ها؟ شو أخبارك؟ شلومك؟ كلت شو تريحين الحين أنت؟ نعم ما لي شيء. Hello sir, how are you? How is everything? I know tomorrow you'll go to Riyadh. Me still I'm in Dammam. I'm very happy in Dammam, and I hope you too. When you go to Riyadh, you'll be very happy. But I want to ask you something. Why you cannot come to pick me to together? Or you don't want to be happy with you Riyadh? Yeah, I'm happy. Even if you don't want to pick me, I'm happy. Okay. Have a nice time there. I wish all the best there when you go there. Okay. Bye bye. محمد نسيت بالخير. الله يعافيك بنعمة. الله بالخير كلكم. ها. يلا نسمع. تغطيات باكر في الرياض. وكره الرياض ان شاء الله اول الله. هي عندها خمس ايام سير يعود. وين؟ عدد بلد الضباط. يا سلام. يا سلام يا سلام. اول ما دخلت في خاطري جميع منهم العرب هالجبهة. هاركم ابوي دهن السير يجري. انتم هالبرغابة الغذائية حيين الطفال ما حدا يعني. رموتي مو العرب هاي كلها، لكن لازم تكون جوائز فيها خير ما بشيء بسيط. اي نعم دهن السير يجري. ربي وربيتين وبهانس ما حد يباهن. كلام لكم. اي نعم. صحيح يا بهانس. ما تنفع الا البهانس. بهانس اللي فيها خير ما بشيء بسيط. نحب اقدم السمن والعزم عندك. بيتا؟ براش؟ نحب شو مقدمين؟ ها؟ كرتون ذرة. وابا بربيع هيك وردت بيتكم. ما حدي ما كرتون. ربنا ليش دخلني؟ هذه اسعاد المتعاملين. ما تيملتوا. ما شيء ما كرتون ذرة حدي حقي ذرة. بيزات بيزات بيزات. طبعا بجيب كرتون ذرة. لا لا لا. أنا مكبر بسير وأنا بيلس. بيزات اللي بيعطي عطي بيزات. كرتون ذرة بربيتين ما حدي يبغى. والله يلا. يعطيك الصحة والعافية أبو محمد، نورتنا وشرفنا في جنة أحداث مضربي للرقاب الغذائية. يستاهل التحية أبو محمد. يا مرحبا قدنا نبريك زي نطلع وياكم فاصل ثلاث دقائق. Thank you من الحناية. I forgot your name. Irene. Thank you Irene من الحناية. Thank you بطة. Thank you. يسن ويساعد أني رتب انكشاري اللي حق سفر باكر. ولازم أقول لهم شكرا. أبوي هل متنشط طيابات اللي لا لا هاي صغيرون هاويني هالكبير وتسلني. هلا يومين. هاركم أبوي دهن السير ييري.
انتوا حل بالرغابة الغذائية حيين فاد ما حدا يعني رموتي معود عرب هاي كلها لكن لازم تكون جاهزة.